مورنينج يا انتي. النهارده هناخد التو لسنز، ومنهم واحد بيتكلم عن الويت والتاني بيتكلم عن التايم. اول لسن هنتكلم عنه هو الويت. احنا اخذنا قبل كده الويت، وده معناه الوزن، لو بنوزن بيه جسمنا، بنوزن بيه الانيمالز، بنوزن بيه اي حاجه، المهم ان هو الوزن. فهناخد ثلاثه يونتس النهارده. اول واحده منهم اللي هي الطن. ال 1 طن ايكوال 1000 كيلو جرام، يعني معنى كده ان دي اكبر من الكيلو جرام. تاني واحده احنا عارفينها اللي هي ال 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرام، احنا عارفين الكيلو جرام والجرام. ناخد بقى ايه علاقه الطن بالجرام نفسه، هعمل ايه؟ هو هنا بيقول لي 1 مليون، طب هي ال 1 مليون دي جت منين؟ مش انا بقول ان ال 1 طن ايكوال 1000 كيلو جرام وال 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرام، عملت للاثنين دول تايم. تمام معايا كده؟ طيب ناخد بقى عليها اكزامبلز. بيقول لي هنا 3 tons ايكوال كام كيلو جرام؟ 3000. تمام. طب و 75 كيلو جرام ايكوال كام جرام؟ هنعملها ازاي؟ معايا؟ ايوه عايزه ارد على السؤال. طيب 75 كيلو جرام ايكوال كام جرام؟ نزلت ال 3 زيروز بتوع الجرام حطيتهم هنا، وقلت 75 تتكتب جنبها، يعني كاني عملت 75 تايم 1000. تمام كده؟ يبقى 75 كيلو جرام ايكوال 75000 جرام. طب هاف كيلو جرام، انا هم كبهم، كبه الهاف تن ب 500 كيلو جرام، وكتبه الكوارتر تن ب 250 كيلو جرام، وكتبه الثري كوارتر تن ب 750 كيلو جرام، طبعا دول هنحفظهم. وكان كاتبه قصادها الهاف كيلو جرام ايكوال 500 جرام، والكوارتر كيلو جرام ايكوال 250 جرام، والثري كوارتر او الثري فورث كيلو جرام ايكوال 750. فلما يقول لي هاف كيلو جرام، اهي عندي اول واحده بكام جرام؟ 500. يبقى 500 جرام. طب يجي هنا بيقول لي 4.5 طن ايكوال كام كيلو جرام؟ انا هنا مقسمه المساله، يعني هنا ال 4 طن الاول انا عارفه ان هم 4000، والهاف طن انا جايباها اهم ان انا حافظاهم ب 500، يبقى انا لما اعمل لهم بلس يطلع لي 4500 كيلو جرام. فاهمينها هنا كده المساله اللي انا بقول عليها دي؟ طب بعد كده بيقول لي ايه 5000 جرام ازاي ارجع احولها للكبيره اللي هي الكيلو جرام؟ هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هشيل ال 3 زيروز اللي هم الريليشن ما بين الكيلو جرام والجرام. فلما شلت هم ال 3 زيروز يعني كاني عملت ديفايد 1000، اتبقى لي 5 يبقى بتساوي 5 كيلو جرام. نفس الكلام هنا في اللي تحتها 5 مليون جرام بتساوي كام؟ طن. انا قلت ان ال 1 طن بيساوي 1 مليون، فعملت ديفايد 1 مليون، يعني هشيل كام زيرو؟ هشيل 6 زيروز، يتبقى لي 5 طن. طب ناخد اكزامبل بشكل تاني. جايب لي 6230 جرام، عايزني اقسمه لكيلو جرام وجرام. فكل اللي انا هعمله انا بقول ايه 6000. طب هي 6000 دي في جرام مش هتدينا 6 كيلو جرام؟ فتتكتب هي لوحدها في الكيلو جرام. طب وال 230 دول اقل من 1 كيلو جرام، اصغر منه، يبقى هم اللي يتبقوا في الجرام. يبقى قسمتها ازاي؟ اخدت البيت بتاع ال 1000 اللي هو 6000، انا عارفه ان الكيلو جرام فيه 1000، يبقى 6000 يعني 6 كيلو جرام. طب متبقي لي 230، يبقى هم دول الاصغر من الكيلو جرام، يبقى هم دول اللي يتكتبوا في الجرام. طب نيجي نشوف اللي تحتها 3175. انا هنا نفس الكلام بقول 3000، يبقى ده بالنسبه لي كام كيلو جرام؟ 3.
طب وال 175 دول اقل من 1 كيلو جرام، يبقى هم اللي يتبقوا الصغيرين في الجرام. معايا كده تمام فين؟ طيب بيقول لك بتتحقق هنا ايه؟ 6 وكوارتر كيلو جرام بلس 200 جرام. طب انا الاول لازم اطلع ال 6 وكوارتر دول بيساووا كام من الجرام؟ طب انا عارفه ان 6 كيلو جرام فيها 6000 اهي كده بتاع فوقها، والكوارتر كيلو جرام احنا لسه كنا بنقولها ان احنا هنحفظها ب 250 كده، دول بتوع اول حته. بعد كده هحط عليهم كمان ال 200 جرام ونعمل لهم كلهم بلس لو انا مش عارفه احطهم على طول بدماغي، فهعمل ايه؟ 0 بلس 0 بلس 0 ينزل 0 زي ما هو، و0 بلس 5 بلس 0 تنزل 5، وال2 بلس ال2 بلس ال0 تنزل 4، ويبقى لي ال6 اللي لوحدها انزلها، يبقى ده كله بيساوي 6450 جرام. طب انتوا بقى اللي هتعملوا معايا اللي بعدها 7 وهاف كيلو جرام. طب ال7 والهاف الاول هيدوا لي كام بالجرام؟ هتبقى 7,000 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
ارجع اعمل لها بلس 250 تبقى كلها التوتال بتاعها 7750. تمام كده؟ اه. في حد عنده سؤال هنا؟ لا. طيب نيجي نكمل بقيه الاكزامبلز. بيقول لي 6020 جرام بيساوي كام من الكيلو جرام ويساوي كام من الجرام؟ نفس الكلام، هقول ال 6000 هي كام هنا؟ لو 6020 جرام هنا. تمام، 6000 وهنا هناخد ال 20 بس، لان انا مش هحط الزيرو اللي في الشمال ده، ما حدش بيحط زيرو في الشمال، فهناخد ال 20 بس ونحطها في الجرام. طب نيجي اللي وراها 2250 جرام بتساوي كام هنا في الكيلو جرام؟ 2. كام هنا في الجرام؟ 250 اللي هي 250. تمام. طب بيقول لي put greater or less or equal 500 كيلو جرام و 1 تن. ينفع اعمل 2 يونتس مختلفين مع بعض اقارن ما بينهم، اعمل لهم comparing؟ لا. فالاول انا عندي الكيلو جرام هي الصغيره والطن هي الكبيره، ينفع اصغر الطن ولا لازم اكبر الكيلو جرام؟ اكبر الكيلو جرام. لا، هتبقى بالنسبه لي ماشي، ممكن اكبرها، هتبقى بالنسبه لي هاف تن. يبقى هنا هاف تن و1 تن، مين الاكبر؟ 1 تن. او ان انا احول، او ان انا احول ال1 تن يبقى 1000 كيلو جرام، فيبقى الاكبر بالنسبه لي هو ال1000 كيلو جرام. يعني يا اما احول الكيلو جرام لطن، يا اما احول الطن لكيلو جرام. طب نيجي اللي وراها 3 وكوارتر كيلو جرام، والناحيه الثانيه عندي 3250 جرام، هعمل ايه؟ الاسهل ان انا احول من الكيلو جرام للجرام ولا العكس؟ لا، كيلو جرام للجرام. تمام، الكيلو جرام للجرام 3، فيبقى 3000 والكوارتر كيلو جرام ب 250، يبقى لما احطهم مع بعض يبقوا كام؟ three thousand لما احط معاها 250 تبقى 3250. بالظبط كده، يبقى هنا 3250 جرام، والناحيه الثانيه 3250 جرام، يبقى هما الاثنين ايكوال. طب هنا بيقول لي 10 tons و18000 كيلو جرام، الاسهل ان انا احول مين لمين؟ الكيلو جرام للطن. الكيلو جرام للطن ماشي، يبقى كام؟ 18 طن. يبقى 18 طن، وهنا 10 طن، يبقى مين الاكبر؟ طبعا ال 18. طب لو حد حول الطن هو للكيلو جرام، برضه بالنسبه لي هيبقى ده 10000 وده 18000، يبقى ال 18000 هي اللي اكبر.
طب اخر نوع من الاسئله بيجي هنا بيقول لي arrange in ascending order. جايب لي 700 جرام وهاف كيلو جرام و1 اند هاف كيلو جرام و200 جرام. عندي 2 بالكيلو جرام وعندي 2 بالجرام. لازم اخليهم كلهم سيم يونت، يعني كلهم حاجه واحده. فالاسهل بالنسبه لي ان انا هحول الكيلو جرام وال1 وهاف كيلو جرام احولهم هما الاثنين الجرام. فيبقى الهاف كيلو جرام ب 500 جرام وال1 وهاف كيلو جرام يبقى 1500 جرام. دلوقتي اعرف احلها. عندي 700 وعندي 500 وعندي 1500 وعندي 200. مين اللي سمولر ما بينهم؟ ال 200. يبقى دي اول واحده بتحطها في الارينج. طب تاني واحده مين؟ ال 700. طب ال 500 جرام اللي هي هو هاف كيلو جرام، يبقى هي الهاف كيلو جرام هي تاني واحده. تالت واحده هتبقى ال 700 جرام، واخر واحده هتبقى ال 1500 جرام. حد عنده اي سؤال هنا في الويت؟ لا. طب ناخد بقى تاني ليسن اللي هو التايم. انا طبعا برضه احنا مش اول مره ناخد التايم، بس هنرجع نقول عليه اول هنا اول شكل هنا بسرعه. الير فيها كام مانث؟ 12 مانث. والمانث فيه كام ويك؟ 4 ويك. والويك فيه كام داي؟ 7 داي. والداي فيه كام اور؟ 24. والاور فيها كام مينت؟ 60. المينت فيها كام سكند؟ 60. طب انتوا شايفيني هنا انا عامله تايم عشان بوصل من الكبيره للصغيره. طب لو بحب ارجع من الصغيره على الاكبر منها بعمل ديفايد لنفس اليونت بتاعتها. طب لو قلت لي الاور في كام سكند؟ حد عارف؟ الاور فيها كام سكند؟ 60. لا الاور ما فيهاش 60 سكند. لا مش 60. عندي احنا لو عايزين نعملها احنا هنقسمها. لا مش هنقسمها. مش انا عندي الاور عشان يروح للمنت في 60 والمنت عشان يروح للسكند في 60. عشان انط من بيت الاور على السكند على طول هعمل لل 260 دول تايم. فيبقى ال 1 اور فيها 3600 سكند. اوكي يبقى ال 1 اور فيها 3600 سكند. تمام تمام. ناخد بقى هنا الداي في كام اور وبعد كده الاور فيها كام مينت. الهاف داي في 12 اورز والثيرد داي في 8 اورز والكوارتر داي في 6 اورز والثري فورث داي في 18 اورز. يعني كاني بشيل كلمه داي وبعمل للفراكشن ده تايم 24. تمام عشان لو محدش عايز يحفظها. كاني بشيل دي وبحط مكانها تايم 24 فبيطلع لي النواتج اللي انا كاتباها دي. طب نفس الكلام هنا هاف اور في كام مينت؟ انا عارفه ان ال 1 اور فيها 60 يبقى كاني بقول نص ال 60 او 60 تايم هاف او 60 ديفايد 2 او اي طريقه عشان لو مش حابين تحفظوا. يبقى الهاف اور فيها 30 مينت والثيرد اور فيها 20 minutes والكوارتر اور فيها 15 minutes والثري كوارتر او الثري فورث اور فيها 45 minutes. كده كده احنا دول حافظينهم من زمان. طب اول واحد انا في الكومبليت بيقول لي 120 minutes فيها كام اور؟ 2 اكبر الاور ولا المينتس؟ اورز. يبقى انا عشان ارجع للكبيره بعمل ديفايد. طب ارجع اسال نفسي هي الاور فيها كام مينت؟ الاور فيها 60 مينت. يبقى بعمل 120 ديفايد 60 فيبقى فيها 2 اورز. طب هنا بيقول لي 2 اورز اند 30 مينت. طب هي 2 اورز بكام مينت؟ ال 2 اورز بكام مينت؟ ايوه 120 150. يعني بقول 60 تايم 2 طلعت 120 وحولت الاند لعلامه بلس.
وال 30 minutes هي حطيتها جنبها وهعمل الاثنين دول بلس، يطلع ال 120 بلس 30 يدينا 150 minutes، يبقى 2 hours and 30 minutes فيهم 150 minutes. طب 2 third hours نفس الكلام، ال 2 hours ب 120 minutes وال third hour احنا لسه قايلين عليها ب 20 minutes، يبقى لما اعمل لهم بلس هما الاثنين يدوني كام؟ 140. طيب نيجي ناخد الوقت هنا 2 half days، الدايز عايز يحولها انها فيها كام اورز. طب اول حاجه هو ال1 داي مش فيه 24؟ يبقى ال2 دايز فيهم كام اور؟ 48. والهاف داي لسه قايلين عليه ب 12 اورز، يبقى هعمل ال 48 بلس ال 12 يدينا ان 2 وهاف دايز فيهم 16 اورز. طب يلا نشوف مين الشاطر اللي هيقول معايا دي 2 over 3 أو 2 third day فيها كام hour؟ 16 اللي هي 16؟ لا طبعا غلط. لا صح، ثواني أنا بقول هنا ال hour صح، excellent 16 سوري. يبقى هنا 2 over 3 day او 2 third day فيها 16 hour. سوري انا فاكره ان هي hour وهحولها ل hour سوري. طب هنا 1 و half minute، 1 و half minute فيها كام second؟ 1 minute ب 60 وال half ب 30، يبقى 60 plus 30 ب 90 second. طب نيجي هنا بيقول لي put greater or less or equal، بيقول لي 1 day وال 24 hours هينفع اعمل 2 units مختلفين؟ ولا equal عشان ال 1 day في 24 hours. تمام، يبقى انا هقول ان ال 1 day ب 24 hours والناحيه الثانيه عندي 24 hours، يبقى هما الاثنين equal. طب ال half day و 10 hours يبقى انا لازم احول ال day ده لايه؟ الاور الاور. طب الهاف داي في كام اورز؟ 12 اورز. يبقى هنا عندي 12 وهنا عندي 10، مين الجريتر؟ ال 1 داي الداي اصلا اللي هي الهاف داي مش 1 داي، دي هاف داي، يبقى الهاف داي. طب هنا عندي 50 minutes وهنا عندي 3 fourth او 3 quarter hour، المفروض ان انا احول الاور لايه؟ المنت. تساوي كام منت بقى؟ 45 منت. يبقى هنا عندي 50 منت وهنا عندي 45 منت، مين الجريتر؟ 50 منت. اكسلنت. طب هنا في الارينج بيقول لي ارينج ان ديسندنج اوردر 1 ويك و72 اورز و10 دايز و1 داي، هنا عندي دايز وهنا عندي ويك وهنا عندي اورز. أسهل حاجة إن أنا أحولهم كلهم للدايز. طب ال 1 ويك فيه كام داي؟ ال 1 ويك فيه 7 دايز. تمام، طب ال 72 hours عشان أرجعها للدايز أعمل إيه؟ أقسمها 24 وتدينا 3. بالظبط كده، يبقى أعمل لها ديفايد 24 يبقى يدينا 3 دايز، يبقى أنا هنا عندي 7 دايز و 3 days و 10 days و 1 day. مين هنا الجريتر؟ مين أكبر واحدة فيهم أحطها الأول؟ 10 days. وبعد كده وراها؟ 7 أو يا إما أكتب 7 days يا إما أكتب 1 week. طب مين بعد كده لسه الكبيرة؟ 3 days أو 72 hours. أصغر واحدة ال 1 day. في حاجة مش فاهمينها؟ لا. في حد عنده سؤال؟ لا يعني قول باي باي. باي باي.